صباح الخير. بداية حلقتنا لليوم بعيدة عن الهموم السياسية والأمنية، البداية من وسط بيروت اللي جمعت أكثر من 150 شخص بساحة الشهداء وبدعوة من مركز شيفاليلا لممارسة رياضة اليوغا بالهواء الطلق، مبادرة حملت تحية سلام من لبنان إلى العالم. تقرير بجنن. انرجي انرجي، طاقة 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 رهيبة. لا ما تعبنا بالمرة، بس انا نساني، ارتحت اعصابي كثير كثير، كانت حلوة. نحن بحاجة لشيء تطلع كل هذا الستريس وبزيد الستريس اللي عنا اياه. سو مور يوغا. ام شانتي، نمستي. رسالة سلام من وطن مكبل بالأزمات وشعب محكوم بالمعاناة، فيمكن أكثر ما بيحتاجه المواطن بالأوضاع الراهنة هو جذب الطاقة الإيجابية وطرد السلبية. لهالأسباب أراد مركز شيفاليلا لتعليم اليوغا تنظيم حدث جمع حوالي 150 شخص على تمارين اليوغا، وذلك بساحة الشهداء. فهالمرة كان التجمع سلمي ثقافي رياضي وليس تجمع سياسي أم مطلبي. كتير حلو، amazing، كلهم شاركوا بكل الانرجي الحلوه اللي عندهم. فريش ايرو على البحر وهيك، انه غير ما تكوني قاعده بكلاس وبصف. كثير حلو، بس الدبان هلكنا. صراحه انا ما كنت اعمل يوغا، وصار لي سنه، كثير بوزيتيف. والحلو انه هم بساحه الشهداء مش مع الجامع مع الكنيسه، سمعنا الاذان مع صوت الكنيسه، وانه في عندنا كنيسه وفي عندنا جامع وعندنا ساحه الشهداء، وحبينا هيك نوصل اذا بدك مساج للعالم كله انه نحن شعب عن جد منفتح على كل الحضارات، وانه نحن شعب منحب السلام، وانه نحن شعب بدنا نعيش. حاولنا قد ما فينا انه نجمع العالم ليجربوا معنا هيدي التجربه ويشوفوا انه عن جد فيهم يستفيدوا من اليوغا بظرف الظروف اللي نحن عايشين فيها، بكل هالطاقة الغير إيجابية اللي نحن عايشين فيها، لننشر نحن الطاقة الإيجابية. الحدث اللي نجح بحرج بيروت واستقطب عدد كبير من محبي اليوغا تكرر اليوم بساحة الشهداء. نشاط مجاني استمر لمدة ساعة، قدم 12 حركة تمت إعادتهم 108 مرات نظرا لرمزية رقم 108 برياضة اليوغا. ومن ساحة الشهداء رح يستمر مركز شيفاليلا بنشاطات أخرى وبمناطق تانية تستقطب مع كل مرة عدد أكبر من المشاركين. لازم يكون في هيك ايفنتات مور اوفن، يعني اكثر شوي نشوفها اكثر. اي دائما يعملوا كل السنترز اللي بيعملوا يوغا كمان يتفقوا يخبروا بعضهم، هيك ساعتها كل الناس، في كتير ناس ما بيعرفوا بهيدا الايفنت، سو هيك ساعتها الناس اللي بيروحوا على كل السنترز ببيروت وبرات بيروت بنتجمع كلنا هون. واللي ما بيعرف شيء عن اليوغا ضروري 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 جدا انه يجي ويفوت بهالكوميونتي ويتعرف شو السبيريت اللي موجوده باليوغا. لازم الناس ما يخافوا يجوا، لانه نشاط بيقدر مين ما كان يعمله، مش ضروري يكون حدا انا بيجنر باليوغا، مش انه نحن دائما ريدي لهيك شيء. كانت تجربه حلوه، اول مره قلنا بالاوبن اير وحبيناها وان شاء الله منعيدها. انا رايح على البحر بس جيت حمي حالي. من فلسطين سلام إلى بيروت. تحت هالعنوان قدمت الفنانة الفلسطينية رولا ميلاد عزار تحية من القدس إلى بيروت من خلال السلاح الأقوى، سلاح الفن. فاختارت الفنانة الفلسطينية يلي بتزور لبنان للمرة الأولى
أنه تقدم مجموعة من الأغاني التراثية والفولكلور الفلسطيني على خشبة مسرح المركز الثقافي الروسي بفردان، وبهنهار باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تحية لكل فلسطيني مناضل ومقاوم لآلة القتل الإسرائيلية. ولأنه بيبقى الفن أقوى سلاح بوجه الظلم، منتابع سوا أجواء هالأمسية مع رولا ميلاد عزار. فلسطين سلام إلى بيروت، ما كانت مجرد تحية ولا كانت حفلة عادية، فبعد رحلة صعبة وحواجز وعوائق على قرع الأجراس من الناصرة تخطت الحدود وحملت الفنانة رولا ميلاد عزر رسالة فرح، فوقفت على مسرح المركز الثقافي الروسي بفردان لتغني فلسطين المحبة والسلام. رحلتي كانت صعبة طبعا، بتعرفي حواجز حدود كل هاي القصص، بس فش اشي بوقف بوجهي اجيت. اليوم راح اعمل انا الكونسرت هو من فلسطين سلام الى بيروت، راح احكي عن وجع فلسطين وفرح فلسطين. احنا مش بس بنتوجع، احنا كمان بنفرح. بحب اوجه تحيه طبعا لشعبي بفلسطين، واقولهم ان شاء الله اكون يعني قد هذا المسؤوليه، يعني اوصل صورتهم بالشكل الصح. رولا اول شيء صوت عظيم فظيع، والليل ان شاء الله بتكون ناجحه لانه اسم الله الموسيقى كلهم تمام، ورساله اكيد حتكون ناجحه. ونحن عم نقدم اشياء ما بنسمعها دائما بلبنان، اشياء نصراويات يعني احنا ما بنعرفهم، فعم نقدم هالشيء للجمهور اللبناني، شيء جديد لهم. رولا صوت مميز جدا، بتغني الاغنيه الملتزمه باسلوب معاصر، وهذا الشيء كثير مميز. واليوم اكيد نحن بحاجه لهيك حفل، لانه طبعا مش بس فلسطين وبيروت، كل البلدان العربيه موجوعه. انا مجرد ما شفت الثوب الفلسطيني في الكوستا هلا بالقهوه برا، دمعتي انهمرت دون أن أشعر ودون أن أحس. نتمنى لها التوفيق في رحلتها، أولا لأن فلسطينية، وثانيا لأن جاي من الناصرة جنب البلد اللي خلقت فيه بحيفا، وهذا بعز على قلبي كتير. أغاني حلوة بتقدمها من التراث والأشياء الفلسطينية والهي، فحبينا نحضرها لحتى نشوف شو في عندها. شخصية كتير قوية، كتير عندها ثقة بحالها، وصوتها كتير حلو بالنسبة لعمرها، صوتها كتير حلو، بتوصل لطبقات كتير عالية. ربع من الوقت استمتع الجمهور فيه مع الصوت الملائكي اللي كان للحضور بمثابة ريحة الحبايب من أرض فلسطين، واسترجعوا ذكرياتهم عن التراث الفلسطيني، وأثنوا على جهود نادي لكل الناس لنظم هالكونسرت وحرك فيهم حلم الطفولة. بكفي أنه يكون في حدا جاي ينقل الصورة الحلوة عن فلسطين، يرجع يذكرنا بالشي الحلو. الحمد لله ما بقى عم نسمع إلا شيء مش منيح عن الشعب الفلسطيني. لا، في شعب بحب يعيش، في شعب بس ياريت بيتركوه يعيش. حابين هيك نرجع هالأمجاد بس نجددها مش أكتر. أنا جاي أنبسط، هيدي أهم شغلة. كوني فلسطينية عايشة بلبنان عطول منسمع عن المقاسة وهالقصص، ونحن منعاني كمان، فبس أسمعنا أنه حدا فلسطيني جاي يغني أنه خي في حدا عم ينبسط، فلا منجي ننبسط ليه لا. تحية من فلسطين للبنان، وفلسطين ولبنان ليه بناش نحترف، لازم. هيدي الصلة دايما قوية، وكتير كتير يعني محبة ما بتتصوري قديش بتكون
وانا بدعي لها بالتوفيق الله يوفقها. الناس اللي ما بيعرفوها رح كتير يتفاجئوا بصوتها لانه كتير صوتها حلو يعني، والدليل انه حبيناها من دون ما نعرفها. بوجود ناس مثلها بسنة اكيد نحن عنا امل كتير كبير بالاغنية العربية بشكل عام.